فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشر في وقتنا هذا شباب حدثاء الأسنان يكفرون الأمراء وكبار العلماء ويكفرون من خالفهم في بعض الأشياء، يقول: أفيدونا في ذلك وفقكم الله، وكيف التعامل معهم؟ هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج، ومن يفعل هذا فإنه يأخذ حكم الخوارج، فعليكم أن تنصحوهم عن هذا الشيء. أقل أحواله أنه غيبة ونميمة، أقل أحواله، وغيبة أهل العلم وغيبة أهل الخير أشد من غيبة غيرهم، لا يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.